أنا اسمي فراس محمد الأحمد من مدينة منيش، أعمل لنشاط ترفيهي للأطفال منذ 4 سنين، يعني همي كان إرجاع البسمة للطفل المشرد النازح الفقير اللي استشهد أبوه اللي بحاجة لبسمته اللي اختفت بسبب الحرب. انا عملي كله تطوعي، يعني من مثل ما بيقولوا مصروفي الخاص، اوقات اللي بشتغل فيه بشتري فيه العاب، شويه نشاطات ترفيهيه، شويه هدايا بسيطه، يعني ولا يكون هي بسيطه بس بتفرح الطفل ترجع له بسمته.